معلومات عن القطط الشيرازي. ما هو أنواعها؟ وما هو أفضل نوع يمكن تربيته؟ وما هو سعر كل نوع؟ وما هو الأغلى سعرا؟ هذا ما سوف نتعرف عليه في هذا الفيديو، فتابعونا ولا تنسوا الإعجاب والاشتراك. ماذا يميز القطة الشيرازي؟ إن من صفات قطط الشيرازي أنها ودودة ومحببة لدى الأسر وذات طبع هادئ، فهي من أهدأ أنواع القطط، كما أنها ذات مزاج معتدل، وهي قطط غير عدوانية ولا تخرج مخالبها إلا نادرا، إذ تصل مدة نومها إلى 16 ساعة يوميا، بالإضافة إلى كونها قطط مرحة لعوبة مسلية ونظيفة. أهم خمسة أنواع القطط الشيرازي بالأسماء والصور: المون فيز، الهيمالايا، الهاف بيكي، دول فيز، البيكي فيز. المون فيز هو أشهر أنواع القطط الشيرازي وأكثرها انتشاراً في العالم، ومعظم الوقت يكون فراؤها باللون الأبيض أو الذهبي أو الرصاصي، وهو قط رقيق ومحبوب جداً، يتميز بالشعر القصير نسبياً ولكنه كثيف وغزير في جميع أنحاء الجسم. الأنف صغير مرتفع عن مستوى الوجه، وأكثر صفة يمكنك بها التفريق بين المون فيز وباقي أنواع الشيرازي هي الأذن المدببة بشكل واضح والأرجل الطويلة نسبياً. الهيمالايا. قط الهيمالايا هو قط شيرازي هجين من تزاوج قط السيام مع الشيرازي، ويتميز عن باقي أنواع القطط الشيرازي باللون الداكن في الأنف ومحيط العين والأطراف على عكس لون باقي الجسم، ويتميز أيضا بالأنف الصغير الذي يكون في نفس مستوى العين التي يكون لونها أزرقا ومتباعدة وواسعة، أما الفم فيكون على شكل مثلث مقلوب أو رقم 8 بالعربي، بالإضافة إلى أن جسم قطط الهيمالايا يكون صغيراً نسبياً والذيل يكون قصيراً وأرجله قصيرة، أيضاً شعره كثيف جداً. وعلى عكس باقي أنواع القطط الشيرازي يحتاج الهيمالايا إلى رعاية واهتمام كبيرين لأنه كسول جداً ويعشق النوم. البيكي فيس. البيكي فيس هو قط شيرازي له وجه مستدير ومسطح، ويختلف عن باقي أنواع الشيرازي في صفتين أساسيتين: الأنف المسطح، إذا نظرت له من الجانب تجده في نفس مستوى العين والفم، وكذلك يتميز بلون العين الغير المعروف، وبجانب ذلك فهو يتصف بمعظم صفات أنواع الشيرازي الأخرى مثل الأذن المدببة قليلاً والعيون الواسعة. وتشترك قطط البيكي فيس مع قطط الهيمالايا في شكل الأنف. الهاف بيكي. يعتبر قط الهاف بيكي أغمض أنواع القط الشيرازي وأصعبها في المقارنة، لأنه النوع الوحيد الناتج من تزاوج نوعين من قطط الشيرازي، وهما البيكي فيس والمون فيس. يتميز الهاف بيكي عن البيكي فيس بشكل الأنف الذي يكون تحت مستوى العين مثل المون فيس، ولكنها تكون أصغر في الحجم، والعيون ذات الشكل الدائري قليلاً ولكنها قريبة من بعضها بشكل طبيعي وليست متباعدة مثل البيكي. الجسم طويل قليلاً والفم صغير. الدول فيس. لا تختلف قطط الدول فيس عن المون فيس كثيراً، فهي تشبهها في كل شيء حتى السعر تقريباً، ولكن هناك فرقاً جوهرياً بينهما وهو طول الأطراف، حيث أن قطط الدول فيس يكون ذو أطراف أقصر بشكل واضح. أسعار الشيرازي. تبدأ أسعار القط الشيرازي في السوق المصري من 150 جنيه تقريباً وتزيد إلى 5000 تقريباً، ولكن سعر شيرازي البيور عالمياً يبدأ من 600 إلى 3000 دولار. من بين أنواع القطط الشيرازي أيهم الأغلى؟ تعتبر قطط شيرازي بيكي فيس أغلى أنواع القطط الشيرازي بلا منازع، حيث يصل سعرها إلى 5000 جنيه مصري
أو 1000 ريال سعودي تقريبا، وكلما زاد تسطح شكل الأنف كلما زاد سعر القط. وفي الختام لا تنسوا الاشتراك والإعجاب ومشاركة المقطع، والسلام عليكم.